فجع مسبار مقطع الفيديو الذي نشر للحظة قصف المستشفى المعمداني، وبمقارنة الصواريخ اللي بتستخدمها قوات الاحتلال في قصف قطاع غزة مع الصواريخ اللي بتطلقها المقاومة الفلسطينية، وجد مسبار أنه الصاروخ لم يطلق من مكان قريب من المستشفى، ويمكن سماع صوت الصفير اللي عادة ما يسمع عند إطلاق الاحتلال صواريخه على غزة. وبالعودة إلى مقطع فيديو لقصف إسرائيلي ليلي على حي الشجاعية يوم 8 أكتوبر، يظهر من خلاله أصوات الصفير نفسها. وقصف الاحتلال أحد المباني السكنية قرب مستشفى القدس في غزة يوم 18 أكتوبر، وظهر فيه صوت الصفير نفسه، وتبين أن المدة التي انطلق منها الصاروخ بعد سماع صوت الصفير حتى نزوله على الأرض لا تتعدى ثواني قليلة، وهو ما يظهر في هذا المقطع الذي نشر عام 2021 لقصف الاحتلال برج الشروق، ويظهر بوضوح صوت الصفير قبل القصف إضافة إلى شدة القصف نفسه. وقال ناشر الفيديو أن الاحتلال قصف مبنى الشروق حينها باستخدام قنبلة GDEM، وعثر مسبار على مقاطع فيديو قديمة تظهر استخدام ذخيرة GDEM، ويظهر فيها صوت الصفير نفسه المسموع لحظة قصف المستشفى المعمداني. وكشفت تقارير إعلامية أن قنابل GDEM تستخدمها إسرائيل بكثرة في قصف قطاع غزة، إذ طلبت إسرائيل من أمريكا بعد عملية طوفان الأقصى الحصول على أسلحة من ضمن صواريخ GDEM. أما صواريخ المقاومة فعادة ما تنطلق من أماكن ثابتة وتسير بشكل عمودي، وصوتها ليس كما المسموع في مشهد قصف المستشفى المعمداني. وبمراجعة مقاطع فيديو عدة تكشف الدمار اللي تسببه صواريخ المقاومة، يتبين أنها لم تسبب الأضرار نفسها اللي تسببها صواريخ الإسرائيلية.